الكرة في التماس الآن، سيرجيو بوسكيتس، المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية، كاسيميرو، نيمار، تسديدة من نيمار، يا لهيب يا فنان، الله يا نيمار يا نيمار، شوف المهارة شوف التسديدة، انظروا إلى المسافة، يا الله يا الله على هذا الهدف، هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. فشل الفريق في تحضير اللعب. سيرجيو راموس، دانيال كارفخال، جاريث بيل، سيرجيو بوسكيت، تحرك سليم في قطع الكرة من إسكو، جوردي ألبا، ركلة زاوية، الفتى المدلل للبرازيل ونجمهم الأول نيمار يتألق في الكرة الأخيرة، يغالط حارس المرمى، هدف للبرازيلي من جديد. نشاهد الإعادة مرة أخرى، تصويبة من خارج منطقة الجزاء كانت في منتهى الدقة، الكرة استقرت في الشباك بطريقة رائعة من الجهة اليمنى. حلوة بالكعب لكن ما مرت. حلوة الكرة البينية من نيمار في مكان سليم، دييغو كوستا، رونالدو متمركز في وسط منطقة الجزاء، حولها براسه في المرمى، حط الكرة حط، يا لعيب يا لعيب، كان هدفا جميلا بعد بناء الهجمة بشكل ممتاز. انتهت الكرة في المرمى، عرضية مثالية في الجانب الأيسر، الله على النهاية، وضع الكرة في الشباك بهذه الصورة، شوف الإعادة، شوف الكرة، شوف الأوفر، الأوفر كان أوفر في اللقطة الماضية، مرت الكرة إلى كوستا، تيكو كوستا بيلعب الكرة، يا رب مستحيل، هدف لتيكو كوستا. أداء بصراحة غير مقبول من حارس المرمى، لا يمكن بأن يكون الحارس بهذا الشكل، حارس نص الفريق من شأنه بأن يحطم معنويات الزملاء. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. الفريق يواصل الاحتفاظ بالكرة، يضرب الآن، برافو حارس المرمى في التصدي. 7 دقائق على نهاية هذه المباراة. جوردي ألبا بتتحول إلى رمية تماس، كاسيميرو، كريستيانو رونالدو، لويس سواريز، كوكي، لويس سواريز يتقدم، سواريز تصويبة تأتي، كريستيانو رونالدو، نيمار بيعدي فيها كريزمان بشكل جميل، الكرة تعود من زاوية الملعب. في هذا المشهد الجمهور يحتفل من الآن لأن فريقهم اقترب من تحقيق الفوز، أجواء احتفالية غير عادية، ما أجمل أن تكون شاهدا على كتابة التاريخ. حكم اللقاء يضيف 2 دقيقة كوقت بديل أمام مساحة كبيرة لاستغلالها الآن. إسكو، الله عليك الله عليك، الأهداف تسجل بهذا الشكل، كرة القدم تلعب بهذا الأسلوب، هدف تقليص الفارق لا يعني العودة أبدا، هدف سيهون من الخسارة لا أكثر، هدف تذليل الفارق من اللحظات الحاسمة الآن أمام الفريق. نصل إلى نهاية مع
Diego Costa. الكرة إلى كوستا. وسام بن يدة بيضرب الآن. أوهو، غيرت اتجاهها في اللقطة الماضية، اصطدمت الكرة في المدافع واستقرت في المرمى. كاسيميرو، نيمار، تسديدة من نيمار. يا لعيب يا فنان، الله يا نيمار يا نيمار. شوف المهارة، شوف التسديدة، انظروا إلى المسافة. يا الله، دييغو كوستا. رونالدو متمركز في وسط منطقة الجزاء، حولها براسه في المرمى، حط الكرة، حط. يا لعيب يا لعيب.